ازيكم؟ ولسه بتكلم معاكم على موضوع ازاي نكون احسن اصدار من انفسنا. في حاجات كتير قوي ممكن نعملها علشان نحسن نفسنا، لكن في حاجه احيانا يا بنتجاهلها يا بنركز عليها قوي، وهي لبسنا وشكلنا. وفي two extremes، يعني في حالتين متطرفتين في الموضوع ده. الحالة الأولانية ان احنا نحمل شكلنا ونقول يعني ملوش لازمة، الجمال جمال الروح، الكلام اللي هو الكليشيهات اللي احنا عارفينها وبنسمعها كتير، او ان يكون الاهتمام الكلي منصب على شكلنا. اللي في النص بقى بين النقطتين المتطرفتين دول هو ان احنا ننظر لشكلنا على انه شيء مهم جدا، بس هو مش اهم حاجة، لكن ما نقللش من اهميته ولا نعتبره ان هو اكتر حاجة مهمة في حياتنا. جسمنا ده عبارة عن وعاء لروحنا. الروح موجودة، العقل موجود، العاطفة موجودة، لكن كل دول موجودين في إناء كبير اسمه الجسد. جسمنا، وزننا، صحتنا، الهدوم اللي بنلبسها، اهتمامنا بنظافتنا. عشان نكون أحسن إصدار من أنفسنا لازم يكون المظهر يتوافق مع الجوهر. انا مش مع الناس اللي بتقول الجوهر اهم من المظهر، ولا مع الناس اللي هي بتزود قوي اهمية المظهر، ولكن لو جوهرك مختلف كتير قوي عن مظهرك الناس تفهم ازاي. حاجة معروفة جدا في الـ HR والانترفيوز وازاي تعمل احسن انطباع، ان الانطباعات الاولى محتاجة 7 ثواني فقط. 7 ثواني عشان الشخص اللي قدامك يكون صورة مبدئية عنك. طب في ال7 ثواني دي اصلا بيعمل ايه؟ يعني انت لما بتقابل حد وتبص له نظرة واحدة، بصة واحدة اللي هي ال7 ثواني دول، بتقدر تفكر في ايه؟ بتشوف ايه؟ اول حاجة بتشوف الصورة العامة بتاعته، شكله متناسق، شكله صحته ايه؟ بتقدر تقيم الشخص ده قادر يمشي، قادر يشوفك، لو كان عنده نوع من الإعاقة، لو ما عندوش، صحته سليمة، وزنه تقيل، كل الحاجات دي. طب لبسه ايه المسج، ايه الرسالة اللي انت عايز توصلها للناس من خلال لبسك؟ ريحتك مهم جدا جدا، انت ريحتك ايه؟ يعني طبعا يعني عايز اقول لكم ان لما بنزل مصر بلاحظ ان انا ليا ريحة عرق ما بشوفهاش او ما بشمهاش في اي حتة تانية، اكتر حاجة في مصر. ليه؟ لان المناخ بتاعنا بيخلي يعني جسمنا يعرق أكتر. أحيانا وجودنا في حتة زحمة، نوعية الهدوم اللي احنا بنلبسها، إذا كان قطن أو إذا كان بوليستر أو الحاجات دي كلها، إحساسنا بالنظافة الشخصية. أنا يعني أفتكر إن أنا كنت بشوف والدي كل يوم لازم يغسل شعره، وكل يومين بالكتير لازم يستحمى، اخواتي كل يوم لازم يستحموا، جوزي كل يوم لازم يستحمى، اولادي احيانا بيستحموا في اليوم مرتين، مره قبل ما يروحوا المدرسه، ولو كان عندهم تريننج في اليوم ده ولما بيرجعوا بيستحموا. نوعيه الديودرون اللي انت بتحطها، جزمتك. انا افتكر ان انا كنت في ميتنج واحد الناس الحاضرين ما كانش من جنسيه عربيه خالص، قلع الجزمه، وانا انتابتني حاله من، عارفين الاحساس لما تبقى عايز ترجع بس مش قادر،
ومعدتك مقلوبه، انا ما قدرتش، وطلعت من المكتب وقلت لهم انا مش قادره على الريحه. وطبعا يعني الناس اللي موجوده قلبوها بهزار وضحك وكده، لكن انا فعلا ما كنتش قادره. وللاسف يعني انا يعني مديره الشركه كان لازم اتكلم معاهم، فتخيلوا من اوضه تانية اي سكايبد معاهم لان فعلا ما كنتش قادره استحمل الريحه. للأسف يعني في بعض البنات والسيدات لا بيبقى في ريحة نفاذة جدا جدا. أنا على طول دايما في برفان في شنطتي، دايما أحس أشم هدومي يا ترى ريحتها إيه، أشم إيدي وضوافري يا ترى ريحتهم إيه، أشم الإشاربات بتاعتي ينفع يتلبس تاني ولا ما ينفعش، لازم اشوف ريحته شكلها ايه، لان احنا باكج على بعضنا، يعني احنا كلنا كده باكج، يعني حاجه كده واحده. يعني احنا عارفين الاغنيه اللي بتقول لك انا وحبيبي روحين في زكيبه، يعني انت نفسك زكيبه، يعني زكيبه فيها الجسد فيها الروح فيها المشاعر فيها العقل. لو في حاجه فيهم مش متوافقه مع الحاجات التانية يبقى انت بتدي رسالة متضاربة خالص. فعشان نكون احسن اصدار من انفسنا لازم نشوف هل شكلنا يتوافق مع المسج اللي احنا عايزين نوصلها للناس. اللي بيربي دقنه بيعملها مثلا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، عايز يوصل للناس رسالة ان انا ملتزم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بتلبس بشكل معين عايزة توصل برضو رسالة معينة، طريقة لبسي دي بتدل على حاجة معينة على حسب مفاهيمنا على حسب الحاجات اللي كبرنا عليها. بص كده لهدومك قيمها، مش لازم تبقى أغلى حاجة، لكن لما تبقى مكوية وتبقى ألوانها متناسقة وشكلها كويس. بص لنفسك في المراية، يعني شكلنا بشكل عام كده اوفر اول، ايه الرسالة اللي بنوصلها للناس اللي حوالينا؟ يا ريت ترجعوا للفيديوهات اللي فاتت وتشوفوا الحاجات اللي انا قلتها على ازاي نكون احسن اصدار من انفسنا، وتقولوا لي كده احنا ممكن نعمل ايه، ويا ريت تدوني افكار على عن موضوعات ممكن نتكلم فيها تاني مع بعض. مع السلامة.